السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشغل هو حاصل ضرب القوة في الإزاحة، فإذا حدث إزاحة مصاحبة لقوة دفع الشخص فالشغل على الكرة يساوي حاصل ضرب القوة في المسافة أو الإزاحة التي تقطعها الكرة. لاحظ هنا أنه لا يبذل شغل لأن الإزاحة تساوي صفر، ولكن إذا تحرك الجسم وحدث له إزاحة إذن يبذل شغل لأن الإزاحة مصاحبة للقوة في نفس اتجاهه. إذن الشغل هو حاصل ضرب القوة في الإزاحة.